السلام عليكم. هذه أشغال نتاع تجديد وتطوير خط السكة الحديدية اللي سوف يربط مدينة عين البيضاء بمدينة خنشلة على امتداد حوالي 60 كيلومتر. وهذا الخط اللي كان قديم، يعني يعود إلى الفترة الاستعمارية، يتم الآن إعادة يعني تجديده وازدواجيته، وكذلك تحسين المسار تاع الخط هذايا، واللي الآن يعرف انتعاش الأشغال به بعد ما كان متوقف، أشغال موقفة. وللذكر أنه الأشغال تقوم بها الوكالة الوطنية لتسيير مشاريع السكك الحديدية لانسريف. إذن إن شاء الله الخط هذا يتجسد في قرب الأجل لما له من دور هام في يعني الدفع بعجلة التنمية، وخاصة الميدان الاقتصادي في هذه المنطقة. نكتفي بهذا القدر، والسلام عليكم.